طيب نركن هنا ماشي. سنوني يا عم اطلع جب اطلع روشينكو يلعب. لسه عايز اقول لكم حد معاه سماعه عشان السماعه اللي معايا في العربيه مش مشحونه. دي 4.5 متر. عايز دي ولا فاكس؟ لا يلا هات واحدة صغيرة. عايز الصغيرة دي خلاص؟ متر ونص؟ طب اللي معايا ماشي. وفي دي؟ 2 متر. دي 2 متر 40 42 امسك دي اهي. بص الله باظ ليك في الجو ده ولا هعمل لك سيت اب اصلا؟ طب بقول لك ايه، طب ما تاخد دي اسلك تسقط تحتيك كده فاهم، تربط فيها الشعر وتسقط تحتيك يعني. شوف اللي انت عايزه. الواقع اصبح تلوث انجازات كل الخيال. اوبا انا جربت بقى 4.5 دي في كل الاحوال. انا معايا برضه معايا. لا عندهم سمك. طبعا سمك. هم عايشين في المايه يا ابني، هم عايشين في المايه يا حبيبي. تعرف ايه احلى مكان اصطدت فيه؟ تونس. تونس بقول لك ايه، تونس بترمي تحتيك تطلع سمكة من هناك قد كده. دي حقيقة. هم على البحر يا ابني، هم
بص سايب سايب البتاع شويه عشان انت كده هتمسك السمكه ازاي وانت ماسك السناره. ارفع بقى السناره فوق. لا وانت ماسكها بايد واحده. وانا ماسكها بايد واحده عشان اقوم ماسك بالظبط كده. تروح جاي سايب كمان حبه. والله هيموتنا والله العظيم. والله شبك في الطاقيه عندي والسمكه فيها يا فاهم يعني مش مكفي. يلا ارفع كده وصور. اخيرا جبت يا سمكه. حلو طعمها معسل دي. حطها جنبك هنا. حطها هنا. حط الشنطة هنا على السور. كان عندنا غريق تحت وطلعناه والله. تليفون كان واقع.